السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي فيتو في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في الوادي الجديد. بتؤثر درجات الحرارة المرتفعة على نمو النبات بعدة طرق، والأكثر وضوحا هو تأثير الحرارة على عملية التمثيل الضوئي، حيث تستخدم النباتات ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأكسجين. ويمكن بتشهد جمهورية مصر العربية أو العالم كله ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. هنتعرف من المهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على النبات، ويمكن هنخص بالذكر أشجار النخيل لأنها المحصول الاستراتيجي لأهالي واحات الوادي الجديد. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس عماد، وعرفنا على مدى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول النخيل، تفضل يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتزامن مع موسم شهر الصيف أشهر الصيف وارتفاع درجة الحرارة بالوادي الجديد بيؤدي بالتأثير بالسلب على الزراعات وأهم المحاصيل الاستراتيجية بدوت الحاجز بزيد انتشارها في الذرة الشامية والذرة الرفيعة، بالإضافة لأن هلك الحريرة في المحاصيل المبكرة النضج المحاصيل المنزرعة في مدة سابقة زي مثلا الحريرة بتاعت الذرة الشامية بيحصل لها تعثر وبيؤدي إلى عدم عقد الكيزان بالنسبة للذرة الشامية. دي جزئية. الجزئية الثانية والأهم المحاصيل الاستراتيجية برضه ذات الموروث البيئي وهو نخيل البلح، ارتفاع درجة الحرارة في ذلك التوقيت من العام بيؤدي إلى نضج المحصول المبكر دون سوى أو دون اكتمال النضج. بينتهي المحصول قبل اكتمال النضج يتوقف الانزيمات ويعمل بالبلدي كده بيبقى ثلج للبلح بيبقى غير مطابق للمواصفات القياسية. الحاجة الثانية بيقل عدد الحبات في الكيلو بيزيد عدد الحبات في الكيلو، وده برضه غير مناسب لطرق التصدير والأماكن المطلوبة. نبقى لعدد الحبات في الكيلو وحجم البلحة وسوى البلحة ونسبة الرطوبة، كل ده بيأثر بالسلب على محصول البلح اللي هو أهم محصول في الوادي الجديد. ده بالنسبة للبلح الصعيدي أو البلح السيوي، إنما باقي الأصناف بتتأثر تأثر جامد زي مثلا البرحي والمجدول بتأثر تأثر بالسلب على بيكون ارتفاع درجة الحرارة بيكون بالسلب على المحاصيل ذات عموما دي. الحاجة الثالثة والأهم بيحصل جفاف للقمم النامية في المحاصيل الزيتية زي فول الصويا وزي السمسم وما شابه ذلك، بيؤدي برضه بإنهاء المحصول قبل اكتمال النضج. ده بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة. نسأل الله العفو والسلامة ونعدي الأزمة دي على خير وتعدي الحتة دي على خير. والأهم من ده كله برضه بالنسبة للمحاصيل بتؤدي إلى زيادة استهلاك كمية المية، وبيؤدي إلى ارتفاع طبعا الكهرباء والحاجات دي بتبقى ارتفاع زيادة على المحصول وتؤدي إلى مشكلة في الناحية الاقتصادية بالنسبة للنزارة. ده بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة. بنسأل الله العفو والعافية وتعود الأيام بخير وتخف درجة الحرارة وتؤدي نعبر بالمحصول بتاعنا لبر الأمان إن شاء الله. باشمهندس عماد بحر، هل في إجراءات أو تدابير احترازية ممكن يتخذها الفلاح في مثل هذا التوقيت من العام؟ هو الري، تقارب فترات الري ده مهمة جدا، وتقارب والري بيكون ما بيكونش بالنهار، يكون في الفترات النهائية من اليوم أو في الصباح الباكر، لأن الري في أثناء الظهيرة ده بيعمل مشكلة على المحاصيل. يعني الفلاح ما قدموش غير تقريب موعد الري بين كل ري وري عشان يقدر يخفف درجة أو وطئة درجة الحرارة على النبات. على النبات وخصوصا في فترة الظهيرة بيمنع الري، انما لما يكون الري متقارب بس يكون في نهاية اليوم او في بداية اليوم. اشكرك يا باشمهندس. ربنا يخليك يا صدارك. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. تفضل يا باشمهندس.